الله يقدرنا على فعل الخير ببرنامج واروع واحلى جمهور وارقى ناس هم اهلنا وناسنا العراقيين. يا كبر حظنا اليوم من تكون التقديمه من بين اهلنا وناسنا. ربي يحفظ شعبنا وجمهورنا وكل متابعي قناه رشيد فضائيه وكل من دعم برنامج طباب خير بحضوره او مشاركته ومن خلال ايضا متابعته ولايكاته، والحمد لله اللي خلانا هذا الشيء نوصل للملايين بخلال سويعات قليله، اذا كان على اليوتيوب او على الانستغرام او على الفيسبوك او على شاشه قناه الرشيد او على كل مواقعها. هذا الشيء يفرحنا ويسعدنا، لذلك اليوم الجمهور هو اللي قدم حلقتنا. بالتاكيد بلشنا الحلقه اليوم مع عوائل كثيره حابه اشارك اليوم برنامج طباب خير، وحيره وحيرني ثماني. المخرج يقول ما اعرف المناخ اللي يشارك، واني ما اقدر يعني اختار واحدد، لكن نخليها على الله ونحاول اليوم ايضا قدر الامكان يا احمد انه ندخل اكبر قدر من الممكن من عوائل. هنا خالد صورني بالموبايل، يعني اخذ التصوير من عندها يفيدنا بالحلقه. خوش تصوير خالد؟ اكيد طلعت لي حلو لو لا؟ لا حلو كلش. اكيد؟ اكيد. لا تورطي هو خلا باوع بس لا طلعنا عبد لا 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 جيبي هو. لا مضبوط مضبوط. خوش تصوير. اذا الاطفال والكبار والصغار والنساء والكل اليوم حابين يشاركونه، وكل ما اتقرب الزميل يقول لي الاناره راحت خليني ارجع لي ورا. احب اذكر واقول انه برنامجنا برعايه منتجات رولا، وايضا هدايانا النقديه والماليه اللي راح نقدمها لكل المشتركين هي من منتجات رولا. قبل ما ابلش بالتاكيد احب اوجه اجمل شكر وتقدير الى المبدع والراقي جاد اللبناني على هاي التسريحات الحلوه والميك اب الجميل صالون جاد اللبناني، وبالتاكيد الرسام والمتألق وصاحب الإطلالة الجميلة المصمم أحمد البديري على هاي الأزياء الحلوة والبدلات اللي اليوم هو حب إنه يلونها. راد يختار البيضة والسودة والبيضة والسودة، بس الزميل المخرج خربها اليوم، خلى البدلات السودة بالنص والبيضة بالنار بالنار. فأنتوا شو تقولون؟ ياهو الأحلى اللي اختار أحمد البديري لو المخرج اللي حط خشمه بالموضوع. هذا البرنامج برعاية شامبو رولا اللبناني، شامبو وبلسم بالكيراتين. ما تحكمي لا تجربي. جديد من رولا كوزمتكس، ابتكرت شامبو بلسم بانسيابيد الكيراتين والزيوت الغنية بالفيتامينات من زيت اللوز لشعر صحي وإشراء لامعة. زيت جوز الهند اللي بيحد من تساقط الشعر وتقصف أطرافه. زيت الزيتون المعروف بإعادة الرطوبة لنمو صحة ممتازة. زبدة الشيا اللي بتعزز نمو وتغذية الشعر التالف المصبوغ. رولا كوزمتكس للعناية الكاملة، بيغذب عمق وبثبت النعومة. رولا طبيعة كلها. خلينا نشوف أول عائلة ونقول لهم كل الهلا بيكم ويا مرحبا. حلو، شلون الامور؟ الحمد لله منورنا. مرتبك؟ لا 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 اكيد شغله عاديه. الاسم لو ابو ايش؟ اسعد. ابو مريم. ابو مريم. ام مريم شلون الصحه؟ مريومه وين؟ بالبيت. اويلي علي وعلى حظي. اكو وحده تعوض قد عمرنا؟ ثلاث سنوات. وجايين حتى شاركوا بالبرنامج وعايفين مريم بالبيت؟ اثنين مو بس وحده، مريم وملاك. مريم وملاك؟ اي والله بسرعه. عايفين بالبيت؟ وين؟ ما شارك؟ احنا ننتظرك، ننتظرك صار لنا اسبوع. والله هذا شرف الي. اي هذا البرنامج احنا كنا ما متوقعين اصلا نشارك، كنا نشوفه على التلفزيون صحيح، بس ما كنا متوقعين. الله شارك. شرف الي انه الحمد لله اليوم شاركت بالبرنامج طباب خير. سعيد والله بوجودكم وبوجود هذا الجمع الكبير من الناس. ام مريم يسعدني انه اليوم بس لو جابت لي واحد منهم حتى شويه اشاقيه بتشي تدرين بياني حتى اذا تخسرون اقدر انا اربعكم بخاطرهم. مو صغيره وما اقدر اثنين. حلو. تبقى واحدين. كم سنه صار لكم متزوجين؟ صار لنا ست سنين. عن حب لو هيك؟ لا عن حب. اقارب لو غريب؟ لا اقارب. اقارب؟ اقارب، شو السر من عندك؟ امه يعني.
حيل امها وابوها وبتخالط الشسمه اللي كانت ولد العام. ولد العام يا رب ان شاء الله دوام السعاده وراحه البال اهم من هذا كله. واليوم احنا برنامجنا هو ترفيهي، صاحبي شويه قفشات وبي عركات بس هو هاي يعني حملها اموت على الحركات صدق. بعد حضري نفسك اليوم راح اكشف لك اسرار زوجك راح تعرفيها من خلال برنامج طبق. واكيد انت اليوم حابه تعرفين صدق والله فيني اخليك تعرفين عنا شغلات. دنشاق وياك راح نشوف اول شيء شخصيتكم انتم الاثنين من خلال كوشه العرس، كوشه برنامج طباب خير. تعبناك احمد انت وقاعد ويا الكوشه. اليوم فجر راسك هاي الك اليوم فجر راسك صدق؟ والله ايش متحمسه ومتحمله متحمسه صار الاسبوع صار يعني سنين والله قاعد تحضري اوكي انا لسنين اليوم حلو. اذا هو في الكوشه شايفين البرنامج؟ جاهزين؟ خلينا هنا عدل، هنا قربوا. السؤال الأول، من يحب الثاني أكثر؟ الله المفروض أقوى لأن أنت تحبي أكثر. هذا شاطر. منو يسهر أكثر؟ ما شاء الله. منو عنده يمنى ويسرى أكثر؟ منو دائما يطلع اعذار اكثر ومرات يكذب اكثر؟ لا والله انا صارت السلاحه دق ودق ودق على الاقل طيوح. حلو. منو ياكل اكثر؟ منو ينام اكثر؟ برد انا هنا جايبكم حتى تبردون قلوبكم. منو هسه خلينا نشوف. لا ما راح اقول، ما راح اسال سؤال، راح اسال الكوشه. منو هسه حاليا برد قلبه اكثر؟ يلا سودة علي يابا، سودة علي احسبها علي. عماد شبيك تضحك؟ الكادر كلهم داخلين بالمود. هذا شيء يفرحني. على العموم خلصت سالفه الكوشه على خير. حلو. هسه وصلنا للفقرة الأهم من هذا كله حتى نعطيكم وتربحون جوائز ومنتجات ولا. أنت بالتأكيد من جهة إذا شاركين قلتي له لأبو مريم. لو أبو إيش؟ أبو مريم. أبو مريم. يا أبا إذا ما عرفت إيدي. تعال هنا، وجينا على الكاميرا. ما قلتي له ويلي يا ويلي إذا ما عرفت إيدي شو أسوي؟ قلت له فجر اليوم ما حل ما اسوي. شوفوا بعض، وين رجال الامن؟ رجال الامن اللي موجودين بالمول. حلو. اكو تهديد على الهواء مباشره ترى. تقول اذا اليوم ما عرف ايدي افجره للمول. صدق؟ والله النجده ماطل موجوده بالبال. حتى ما يحتاج تدش، ما تقصرون انتم اصلا يعني، ما شاء الله. تحيه لكم خلال برنامج طباب خير على جهودكم. وبالتاكيد اتاحه الفرصه لهاي الناس ومأمنين بالامن، وبالتاكيد كل وسائل الترفيه يعني موفريها لبرنامج طباب خير. اثني على جهودكم للاداره. شكرنا للاداره ومحبتنا وتقديرنا. تحياتي لك، تحياتي لك. يعني تهديدها مردوده عليه. انت تهددين قدامي تدرين بي انا طباب خير. ما اظن سالفه. اذا ما عرف ايدك حاول شوفي غير عباره. إذا ما عرف إيدك شو تسوين؟ ما ينام بالغرفة. هذا الحكي المضبوط. يا بي. تقول ما ينام بالغرفة، عاد وين راح تنام اليوم إذا ما عرف إيدك؟ بالصالة أكيد. بالصالة، الموضوع ما يهمه. شلون ما يهمه؟ بالصالة. بعد بقى كيفه. على العموم تفاصلوا بالبيت، أنا اللي علي أدعي لكم إنه إن شاء الله يا رب يعرف إيدك. أكيد أكو حب. واكو تفاهم. يعرف يعرفها 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 بألف ايده اطلع ايده يميزها. هي هاي الثقه اللي انا اريدها هنا بالبرنامج. تقول لي عيل لا تحكي، لا تتعب نفسك ولا تدوخ روحك، اعرفها من بين الف امراه، واثق الخطى يمشي ملكا. ابو مريم يقول راح اعرفها بدون ما تتعب نفسك. اذا فقره مناظر برنامج طباب خير جاهزه، عدوله جاهزه، يلا نبلش ونشوف. استمرين وياكم مع ابو مريم اللي يقول اعرفها من بين الف امراه. وخلينا نشوف هاي الساحه
وهذا الملعب هو اللي يحكم. اذا ان شاء الله يعرف، واحنا نريدهم منا طالعين راضين مو زعلانين فرحانين. لكن ايش بيدي على ابن الناس غير المروه عليه؟ هو لازم هو يعرف ايده من بينهم كلهم. جاهز ابو مريم لو لا؟ ان شاء الله. بلش بلش. اذا عرفتها راح تربح هدايا نقديه من منتجات رولا، واذا لا يجوز ابو رولا يقول ما ويانا خسران. الله اعلم، تعالوا يعني. هي لو مو هي؟ لا. ها؟ مو هي؟ أكبر مني. هي لو لا؟ لا. هي لو لا؟ هي لو لا؟ بس علي لي صوتك، صوتك ترى ناصي. لا. هي لو لا؟ هي. اسحبها. ارجع 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 ارجع. هي ما عليها. وقف دقيقة بعدين وقف. هي ما عليها، هي ما عليها. وقف يلا. بعدين وقف وقف. أنت ليش دشتي يعني؟ إيه إيه إيه. أنت ليش دشتي دقيقة دقيقة؟ أنت ليش دشتي؟ أنت ليش دشتي؟ على هو اختار ما يخصك. يلا نمشي. يلا لايف هوست. انت مو تقول 100 مره عرفت؟ لا حبيبتي تحس عادي، ترى عادي عادي عادي، ما صار شيء حبيبتي عادي. نعم اكثر هاي ايدي ناعمه واختار ايدي جزء. دقيقه احلى. يعني انت شايف انا برزت عضلاتك وقلت راح اعرفها من بين الكل. نفسي يعني ليش خليت بخاطرها يعني؟ حقش والله طوجي حقش. يعني حب اربع سنوات وهاي ما تعرف ايدين؟ نفس الايدين يا ابو، شو اسوي؟ نفس الايدين نفس الايدين لعد ما قلت نفس الايدين خسرتوا وما ويانا خسرانا. العيد نعطي فرصة ثانية لو خلص؟ نعطي فرصة ثانية. نعطي انتوا بعد بما انه صار لكم اسبوع منتظرين نعطي فرصه ثانيه. خوش. ما عرفت زوجتك؟ ما عرفتها؟ طين الكرسي وجابوا لنا الكرسي. مقصله الاعدام موجوده. بالبدايه سوى نفسه يعرفها من بين الف، وراها يقول الايدين الايادي كلها تشابه. نعطيك فرصه ثانيه حتى نربحك هدايا وجوائز منتجات رولا. تعالوا بعدين. اقعد. اول شيء منا اللحيه المسدوده عينه مشي مشي. جمهورنا اريد هدوء، ما حد يغشش. اتفقنا؟ نبلش. صوت عالي. عفي عليك. هي لو مو هي؟ رجع. أنا ما علي. الثانية. هي لو مو هي؟ ها؟ مو هي. هي لو مو هي؟ ها؟ مو هي. بعد بقالك اثنين. الرابعة. هي لو مو هي؟ ها؟ هالهولة انت لا عندك عرفت.
هسه انت خاب تضحكين فرحانه شلون عرفتها؟ عرفتها شلون؟ احساس ها؟ عندي احساس بين احساس احساسك وين كان بثلاجه بالمرحله الاولى ما عرفتها ليش؟ والله ما ادري كان مرتبك زين وهسه شو تقولي له بعد ما عرفتش؟ شكرا ابو زعلانه شرد عليك تقبل راسها يلا احلى صفقه حلو واحلى باقه ورد من اوركيديا للزهور الطبيعيه طبعا زهور اوركيديا الجادريه قرب مرطبات الفخمه تقدمها باسم برنامج طباخ خيرين صفقه صفقه واجمل واحلى جائزتين ماليه ونقديه من منتجات رولا لابو مريم وام مريم مبروك عليكم احنا شوفتكم هديه قلبك بالعكس انا اليوم اللي فرحان بوجودكم رغم انه ما طلعنا اسرارك هوايه مو ما طلعنا اسرار اليوم لان انتم كنتوا منتظرين البرنامج صار لكم اسبوع فانا شوي اريد اخفف ما عندي شيء كم وحده حبيت قبل احكي ما بيها شيء انا اقول لك دفتر كامل صفحه كامله نزل دفتر كامل صفحه كامله صفحه كامله عنده حبيبات قبلك يعني دخل صار 20 قليلات ساكتة شو اسوي له؟ غرق البيت زين ورا الزواج ما صار تواصل من نام الناس زهور لا 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 ما في ابد لا لا حتى لو بس هيك يعني سطحي مو كل قلبه يعني اكو بس سطحي اي قلت ماكو قلت ماكو قال لي ماكو قال لي يطلعوا له شو اسمه يعني قال لي ماكو ليش يعني بس لا اكو الصراحه تعال 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 اكو؟ اكو اول حرف بس اسمه شنو؟ أول حرف اسمها مريم هي اسمها مريم؟ اي أبو الأول حرف اسمها مريم سمى بنت على سمى عسك أبو مريم المعلومة صح؟ أنا ما أعتقد الزوجة ما تكفي صحيح أريد أحكي اليوم ما خلي شيء محكي بعد أحكي أحكي سبحان الله أكو سر البرنامج اللي يجي هنا كل اللي ذبحه ما اعرف ليش هواي انا ما يصرف عليه هواي والله هواي بعد الزواج لقفتي؟ اي ايش كم مره؟ مريم وغير مريم بس يعني ما يحب ان يضحك عليه ترى اللي عنده ام مريم وجابت له مريم من نفس اسمها ملاك يعني بعد خلص ملوكه ومريومه انتهت اسد يسوون الدنيا كلها تتذكر القديمه عندك مريم مريم قدام مريم قدام هذا الشاق مثلا طلابه بس هسه لا عاب كل شيء والله هسه كلش يحبني وعلى اهم شيء وانا حبيته 4 سنين وهو حبني على حب كلش مرتاحه وياه العبره بالخواتيم وهي الخاتمه اللي احنا نتمناها بما انه هسه بعد خلص ماكو شيء انتم اجمل اسره طفلتين عندكم دعواتنا لكم بالحياه السعيده واعتقد اليوم اللي طاحكم معنا وبرنامج طباخ خير من خلال قناه رشيد الفضائيه هي اجمل ذكرى راح يشوفوها مريم واطفالكم يشوفون ماما وبابا ان شاء الله برنامج يشاهد الملايين ربي يحفظكم ويسعدكم احلى صفقه لهم مع السلامه اذا ابو مريم وام مريم اول عائله كانوا ويانا ببرنامج طباب خير دعواتنا لهم بالصحه والعافيه خلينا نشوف العائله الثانيه اللي راح تربح هدايانا النقديه اللي مقدمه من منتجات رولا منو راح يفوز منو راح يخسر هذا اللي راح نعرفه بعد الفاصل وبعد الفاصل هذا البرنامج برعاية شامبرولا اللبناني شامبو وبلسم بالكيراتين ما تحكمي لا تجربي جديد من رولا كوزمتكس ابتكرت شامبو بلسم بإنسيابيد الكيراتين والزيوت الغنية بالفيتامينات من زيت اللوز لشعر صحي وإشراء لامعة زيت جوز الهند اللي بيحد من تساقط الشعر وتقصف أطرافه زيت الزيتون المعروف بإعادة الرطوبة لنمو صحة ممتازة زبدة الشيا اللي بتعزز نمو وتغذية الشعر التالف المصبوغ رولا كوزمتكس للعناية الكاملة بيغذي بعمق وبثبت النعومة رولا طبيعة كلها مجموعة فقرات عندنا ما قدر يعرفها من خلال لمسة الإيد نخلي هي تلمس زوجها حتى يقدر يتعرف عليها اذا نحاول ان نربحهم ونفوزهم ودائما ما ويانا خسران ربي قدرنا ان نربح الكل ونفوز الكل بدون استثناء
ثاني عائلة حابة تشارك فينا برنامجنا، ونقول لهم كل الهلا بيكم ويا مرحبا. حلو. يا مرحبا يا مرحبا. ابو ايش؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله المرتبك اللي بعد اسمه ده يرجف. ابو عبد الله كلامي صح لو غلطان؟ انا من دا اقول ايش ده يرجف ومرتبك. يستحيل يستحي ما نعرف. انا اقرا الوجوه. انت تستحي وتخجل شمرتك وجيت هنا يا حظي. والله ورطه. ايش جابك هنا لحد يا حظي؟ هي؟ هي ورطتك؟ ما نعرفكم. هم فقره يعني ما يريد يشارك. انت تجيبين الا شارك. انا ودي يعرفون غير متزوج. تقول اريد الناس يعرفون انه هو متزوج وانا زوجته. ليش هو عنده يمه يسرى؟ لا شويه مش شويه والله. ما اقول لك ورطيت. شوف انا اذا اشتغل ضابط تحقيق اطلع الكل مجرمين. اي عافيه. فعندي طريقه انه اقدر اطلع الكلام اللي ما يطلع. وانا شغله اللي تحكي يقول عنده يمنى يسرى. عندك يمنى يسرى احكي لي ما اقول لحد. لا لا الجمهور ما يحكي لك شيء. اي واخر المايك. لا تجي معك هي غيرة نسوان. غيرة نسوان. غيرتك ايش قد مداها؟ ارجع وايه دائما نحشي ونقول غيرك المرأة العراقية ما إلى حدود. العراقية تحديدا يعني لا الأوروبية ولا العربية ولا كل دول العالم يعني تيجي نص قيمة غيرة المرأة العراقية، لكن أجمل ما يميز المرأة هي غيرتها. لذلك تحية بخلال برنامج طبال خير إلى أمهاتنا وأخواتنا وإلى المرأة العراقية بصورة عامة. تغارين تعال. إذا أنت تغارين واليوم ما اعرف ايدك ايش راح تسوي؟ هو غير ده اختبره. اختبري. رباك معود ابو ايش؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله استر علي انا في دول قلبك. الله كريم. الله. ما اقول لك اعرفه. صدق؟ زين تسوي اللي قبلك والله عرفه وبالتالي ما عرفه. جاهز ابو عبد الله؟ ان شاء الله. عندنا بعض الاسئله من خلال الشطه والفراوله. يلا هاي. راح نسالها لك وراح نستعين ايضا بمناظر طباب خير. مناظر طباب خير والشطة. هسا وجهنا عادل هيج. وجهنا عادل هيج. جاهزة؟ جاهزة. حلو. أي سؤال أسألت 20 بأصابعك أنت؟ يعني رقم. ها. تمام؟ اليوم. اليوم. اللي اجت فيه للدنيا ام عبد الله يا يوم 5-1. 5-1. ليش ما اشرت؟ اي 5. صحيح. اليوم اللي اجى بيه عبد الله اشرب ايدك اليوم عبد الله 15-2. 15-2. ما تعرفين؟ لا ناسي. خليها افتح المناظر. افتح المناظر. تقول الفراوله وهي اخذت الفلوس من المناظر. يلا حبيبي فراوله على السلامه. شو ورطتك؟ شو ورطتك قلت لي ناسي عيد ميلاد ابني؟ يلا يلا بالعافيه 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 بالعافيه. قرب هنا ارجع البس المناظر وهات الشطه عوضيها عوضيها شويه. اريدك تعدد لي الالوان اللي لابستها ام عبد الله. كم لون من خلال البلوز والتنوره والحذاء والشال؟ عدد لي الالوان اللي موجوده. اغلبهن يعني بيجي. جوزي بيجي. اوكي جوزي. بس اكو الوان عددهم. هو بيجي. اي فاتح وجوزي. اي هن اكثر شيء بيجي وجوزي. اكو لون لون بالتيشيرت على السواد. على سواد. هو صح اكو سواد بس اكو غير لون. والله ما اعرف بعد. ما تعرف انت زوجتك غير تنتبه عليها. اكو بعض النساء تقول انا اعرف زوجي من اظفره الاصبع رجله. والثانيه شو تقول؟ او الرجال شو يقول؟ يقول انا زوجتي اعرفها من لبسها، من عطرها، من حركتها، من نظرتها اعرفها شو تريد. انت زوجتك ما منتبه عليها هنا اللون اللي موجود هنا شنو؟ هو بعد كله بيجي. اكو لون. والله اسود وسيلفر. ضو على اللون ونطيش فراوله بالشطه. هو كله جوزي. شنو هذا اللون الموجود؟ جوزي. هذا مو اسود. شنو بعد؟ تي
انتي ترستيها شو؟ تفضل كلها 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 ما تروح خطيه ارجع البس النظاره. السؤال الاخير جاهز؟ والله حاضر. ابو عبد الله الطفل الثاني شو اسمه؟ بس عبد الله لا لارا 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 الزم شطه بيدك والله لارا عيد ميلاد لارا يا يوم 18/10 ليش معنى عبد الله ما تعرفه؟ على قلبه صدق؟ والله ومن اكبر عبد الله لو لارا؟ لا عبد الله. والجواب صحيح؟ اذا جوابهم صحيح احلى صفقه لهم عبد الله وابو عبد الله. حلو جاهز؟ ان شاء الله. البس المناظر المشاهدين خلينا نشوف ابو عبد الله راح يعرف ابو عبد الله لو لا هو قال الله اعلم يعني ما زامطوا من البداية تعالوا قفوا هنا إذن خلينا نشوف راح يتعرف عليها لو لا خليكم وياها جمهورنا وحبايبنا ما نريدكم تغششون نخلي أبو عبد الله وإذا ما عرف راح نعطيه فرصة ثانية خلي هو واحد أوكي حلو كان عجبني هناك الوضع لا تغششون أبد قولوا لا لا من غشش؟ من غشش؟ اللي غشش الله وين يذبه؟ منا وين الله يذبه؟ منا ربي يحفظك يا عيوني إذن أبو عبد الله جاهز؟ إن شاء الله مين أبدي وياه منا لو منا؟ باللي يعجبني؟ ما شاء الله المخرج مسيطر تعال عيني تعال هي لو لا؟ لا هي لو لا لا اعيد لك تريد اعيد اعيد ما عندي مشكله هي لو لا لا هي لو لا لا هي لو لا لا ولا واحد اني لو لا اي زين شلون يعني؟ خلصهم؟ لا 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 بالبداية هسا بالبداية هسا انا وين اروح؟ جمهور بده يديكم جمهور اعيد؟ ان شاء الله نعيد هالمرة من هاي تجي يجوز اختلطت عليك اذا عبرت راحت عليك ايدك هي لو لا؟ لا هي لو لا؟ لا هي لو لا اي اسحبها ارجع ارجع لي ورا اسحبها وخريدك انت تقول هي لا مو هي خلنا على نفسك ام عبد الله لحقيلنا ام عبد الله ام عبد الله يا معوده راح رجال من ايدي يا معوده ام عبد الله اذا ما تجين انا اروح شنو هي حظي وعلى مود مشاري لو عارفني مو احسن لك عشان ام عبد الله ضاع الرجال من ايدي ضاع والله يعني يا برود قلبك يا ابو عبد الله لا هو اللي تالي راح يرجع للبيت صدق احلى صدق ابو عبد الله يا معود توصل ما سويت اي اي انا اعرفه ها لا صدق اعرفه ترى مو شقه والله والله العظيم لا لا انا تدرون يعني بعيدا عن البرنامج وكذا بس الولد زوج صديقتي هو قال عن وماني اول مره صراحه اشوفه وياه صراحه يعني بعيد عن البرنامج لا لا صراحه جد جد احكي الصدق لا لا والله بعيد عن البرنامج يعني انت عارفه الا اللي اعرفه انا اعرفه هو زوج صديقتي اي صح لو لا 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 صدق لا اي والله لا تعرفين تعرفين ها اصلا انا ما ادري هو متزوج مره ثانيه هي تدري
هي وين صديقتك؟ لا صديقتي تدري مين كنت متزوجها؟ وين صديقتك؟ لا جديات شو اسمك؟ لا صديقتي اسمها نور. لا لا ماكو شيء. لا لا اكو شيء. بعد بعد. لا هبل. عندك شيء يعني عندك ثقة فيه؟ لأن هو بالبيت شو وقت يعني يتزوج بالبيت؟ شو وقت يعني ما يطلع ما عنده دوام وهالكلام دامتش ودامتش. بس بالدوام ويرجع. احنا صح احنا برنامجنا. دق خلينا نرجع 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 نرجع. نرجع نرجع انا اشرت له يعني نشوف البرود اللي عندي شو شوي لا ما اعرفه شو اعرف انت كنت عندي ما يسرى بس مو مال زواج صدق ما يسويها ما يسرى بس زواج ما اي لا بس زواج ماكو ما عرفش وما قدر ليش يعني اذا ابرو لا خسره بنعطيهم جائزه لا ولا ما هو قال لي لا خليه يعترف اليوم ما اعرف اذا ما يعترف يا بنت تعترف ناس جديات يعني انا مع عبد الله ما اعرف شنو ما تعرفه صديقتي يا صديقتي لا 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 شوف لا تقول صديقي او صديقتي انا خابرني انا اعرفه هي ما تدري هي لو تدري هسه تقلب الدنيا على راسي وش وقت يروح لها؟ انا ما ادري شو وقت يروح لها. ايش وقت يروح لها؟ طيب صديقته مو يعني صديقته لا 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 ازوجها؟ لا ما اقلق. يعني شوفي بقى احنا زين يا مو تقول صديقتي؟ اي زين انا شو اسمي؟ حلو صفقوا لهم صفقوا لهم. ما قدرنا على عبد الله ما قدرنا على عاشت ايدك هبه ربي يحرسكم ويحفظكم بس انت ما عرفتها وخسرت جوائز رولا بس ما ويا انا خسران راح اعطيكم جائزه واحده جائزه ماليه يا هي ربحت انت جائزه وايضا راح اقدم لكم ايضا زهور اوركيديا على المقلب البسيط سوا انا وياكم هات ايدك تأكيد زهور أوركيديا الجادرية قرب مرطبات الفقمة حلو مو حلو عدي شو تشوفها حلو تدعو لقلبك إذن باسم برنامج طباب خير تقدمها لأروع زوجة أم عبد الله ربي يحفظكم ويحرسكم وقدم لها الوردة ونسمع صفقة وهدية حياتنا لك ابو عبد الله ربي يحفظكم ابو عبد الله ونتمنى لكم يا رب الحياه السعيده يا مرحبا اذا ابو عبد الله اليوم ما قدر يعرف طنا فرصه اولى طنا فرصه ثانيه ما قدر يتعرف عليها ايش قدر انطيك بعد ثالثه ورابعه هذا اللي احنا نسويه ونقدمه والباقي عليك انت اذا خلينا نشوف المشتركين رقم ثلاثه راح يقدرون يعبرون ويربحون جوائزنا لو لا بريك وفاصل هذا البرنامج برعاية شامبرولا اللبناني شامبو وبلسم بالكيراتين ما تحكمي لتجربي جديد من رولا كوزمتكس ابتكرت شامبو بلسم بإنسيابية الكيراتين والزيوت الغنية بالفيتامينات من زيت اللوز لشعر صحي وإشراء لامعة زيت جوز الهند اللي بيحد من تساقط الشعر وتقصف أطرافه زيت الزيتون المعروف بإعادة الرطوبة لنمو صحة ممتازة زبدة الشيا اللي بتعزز نمو وتغذية الشعر التالف المصبوغ رولا كوزمتكس للعناية الكاملة بيغذي بعمق وبثبت النعومة رولا طبيعة كلها رجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا وعوالي كثيرة حابة أشارك فيها أنا لكن مرات ننسى نفسنا ويمشي علينا الوقت والمخرج يقول لي استعجل ترى ما راح تقدر تخلي الكل يشاركون لذلك أكو عائلة راح تشارك هسة مخطوبين طبعا هي من ضمن برنامج طباب خير شارت ويانا وانخطبت والقبلها الزوجت وراها قطعة مهر رجلنا خضرة يا أخي فخلي نشوف اسم المخرج لقفهم وراح نطببها هي وخطيبها وكل الهلة راح تعرفوها تضحك تضحك شو سلام شو
شلون صح سارة؟ شلون الامور؟ اموني والله؟ اي اموني. شلون صح اموني؟ شو لابس كمامة ليش؟ والله منشول شوي. ظل لابسها لا تنزعها ابد. منشول؟ زين ايش فيك عرقان يعني؟ خجلان خجلان. خجلان. رجلي خجلان شو اسوي؟ حقي طبعا. غير كيف تحكين؟ غير انا ماشي، يعني انا كل مرة اسوي مقالب هالمرة صدقوني. محمد المثنى دائما ما يقصر، الشباب ما يقصرون. شو اسوي؟ لوين اروح؟ قصاركم مخطوبين. صارنا راح نصطه بشهر. قلت تحبه؟ وايد وايد. قلت تحبي؟ اني؟ اي؟ غير اني ما احكي. اظنك ما اريد اسمعي من نهاية البرنامج. ما احكي، ما احبك. لين نهاية البرنامج اريد اسمعك تحكي. ما اريد احكي لان لا تضحك. لا 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 لا، عاد خوفتي ما تخسر. انا اليوم راح يبين حبه الي. صدق؟ والله. اي، ما حبوني حبيبي. اول شيء راح نستخدم كوشة العرس، بما انه انتم مخطوبين. طيب شو انا ما قبل اشتغل اشتغليها كتله مال البارحه يقول اشتغلي الكتله مال البارحه كتله اكو كتله البارحه لا بالشقه بالشقه لا دقيقه منو كتل منو انا عند الشقه و جت وين جت براسي يا بابا عدنا على البر عمي ما نقبل ترى هي فريق برنامج طباخ 24 ساعه يزعل شو اسوي له وطالعه بشاشتنا يعني رجاء يعني ما نسمح ضربة حبك ضرب لا يقول ضربة محبة يقول لك من حبك لا شاك يعني انت ليش تاخذيها بغير صورة؟ اي خليني ساكت صدق؟ وانا ما اريد السكتين يا حظي 24 ساعة يزعل هنشوفه ترى بس انا حنضربه بس هسه هو راح يبين عمر راح يبين راح يبين من يزعل اكثر؟ طبعا هو بينت من يحب الثاني اكثر؟ بيناتكم شذاب انا اكثر صدق؟ والله انا اكثر لان عشان ساعي تزعل وانا اكثر زين اذا اردت تغني له اغنيه شو تقولي له؟ ما اريد ابد ابد ما اغني له لا بس تغني له يعرف اغنيتي شو اغني له؟ اول بنات سبعة واقول لك لا لا شنو الاغنيه؟ صار شنو الاغنيه اللي تغني لي اياها؟ والله ما اغني له لا ابد والله ما اغني زين هسه من خلال برنامجنا شو تقولي له؟ باغنيه اريدها ما اريد اغني لاني مو بكيفك ما اريد اغني لا والله انا حبي يكفي ليش بيك انت حبي اليك حبي اليك لي انا حبي اليك في لازم انت تغني لها ما اغني ما تغني لها انا اغني لكم اي عادي ما حد يغني ثاني راح اغني لهم بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد انا عزوبي وهموم وغيري وسهر ومواعيد مو سايب دول الله مع الخجل راجل يا خجول رجاء على كيفك وياه رجاء هو خجول كلش خجول بعد اسمع وجهه رحمه اوقع بيدي انا في راتي وجهه رحمه اصحاب سوابق طال الساعه قنع بي ما يمكن كان يخلوه نطلع وهسه لقانا عشت ايديكم كادرنا احلى مفاجاه اللي دخلتوهم ويانا طبعا هي من مبدعات برنامجنا وربي يهنيك واحسنت الاختيار ان شاء الله يا ربي حياه سعيده وبدايه مشوار ومشروع مبارك مليء بالسعاده والفرحه والسرور نكمل منو ياكل اكثر منو ينام اكثر هم ينام كلنا منو يحكي اكثر لا هي لا هي بس حلو خلينا نشوف راح تعرف سارة اللي كانت هي توقع الزوج والزوجة برا مشنا هسه اليوم هي وقعت ويانا لا ما يعرفني شو راح يصير فيك يا ما يعرفني وهاي السالفة لازم هو هاي منين هاي الشعراية بيدك؟ انت كم عاد؟ منين هاي الشعراية بيدك؟ هاك دقيقة شعراية بيدي شعراية بالموضوع شعراية بيدي اكو شعراية بالموضوع ترى ما تتسونا كنا قاعدين لا سارة زميلتكم كل واحدة توجه سؤال تعالي هنا ترى كنا قاعدين هسه بالكافتري هي مالتي شو تساليهم؟ صديقتنا زميلتنا إذا ما عرفتش اليوم ايش راح تسوين بي؟ والله شو اسوي بي؟ هو يجي الليل واحكي له زين انت صديقتنا احنا ما نعوفك فلازم نتعاون طبعا وياك حلو. وإذا عرفتش؟ لا إذا عرفني بحثاً آخر هذا لا إذا عرفتش إحنا بعد نقف وياه لا خلي ياخذ وحدة من عندكم هاي الديمقراطية اللي نبحث عنها إحنا بالبرنامج عاشت هو ما يصدق تعاي 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 بس بالنسبة للبدلة يعني تعاي أبيض
عبير مخطوبين اثنين عراريس اثنين واني ما مقتنع انه هو حاط الكمامة اريد اوخرها شوية احمد لا 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 عفا فلاونزا يروح يعدينا صدق؟ والله مريض مريض انا حاطه يعني عنده شيء قول عبير ما دام خال الكمامة خايف من حبيبه لا ما عنده والله ما عنده؟ لان تليفونه لا تليفونه يمي البصمه مال تليفونه يمي وفيسه يمي كل برامجه عندي فما يقدر يشوف شوفي عبير انا ما اعرف ليش من حكيتي هاي العباره خدشت مشاعري حسيت كلامك بنوع من المصداقيه وعلى عيونها هيك عاشت ايدك عبير على هالمداخله الصحيحه وخلينا نشوف توده ايش تساليها زميلتنا اللي هي ويانا بالبرنامج ساره؟ ما اقدر اكسر بيها هي صديقتي صدقين حياتي تعال مريم ايش تساليها ساره اللي هي البرنامج اكيد لازم نسوي التحدي انا مو تعرف انه هو يحبها ولا لا صح تقول نسوي التحدي خلينا نشوف يحبها ولا لا عاشت ايدك اذا هاي المناظر البسها هسه كمامه مناظر وحشمه قبيل اي عادي حلو اهم شيء جاهز؟ جاهز تعال هنا وساره المكان اللي يعجبك عموني بعدكم على البر ابوي ابوي لازم تعرف ايدها طلعها من الف وحده شلون؟ طلعها من الف وحده من الف وحده؟ أيه. يابا اربعه يمك مو الف اي عادي جاهز؟ جاهز توكل على الله وجيب ايدك ليزا صوت عالي هي لو لا؟ لا مو هي صوت عالي هي لو لا؟ لا مو هي بعد عندك أربع ثلاثة صوت عالي هي لو لا ما أعرف طبعا هي بس ما تعرفها لا هي صدق؟ والله لا لا ما بتجهز والله هي خلي نكمل ونشوف ها لا لا مو هي جاي غريتها مال عمالي لا يحكي علي جبري ذا مال عمالي هي لو لا؟ لا أعيد هي لو لا هي اسحبها انا ما علي وغير مسؤول راح اوخر المناظر اذا طلعت مو هي قبل اوخر المناظر اذا هو مكانك بابا هاي اني ارتاحيتي ارتاحيتي قولي اذا مالكرك يقول إذا مال عمالة أحلى صفقة وراضيها طب الراس تستاهل تحكي علي يعني هاي عينك عينك هاي قدامي إيدها خشنة وشنو يعني إي إي وإذا إيدها خشنة شنو يعني قدامي تحكي علي هاي صدق كذي أنا إذا نعم ليش تحكي علي يعني هو شو بيضاع يحكي علي ليش بس عرفك وقال أنا من بين 4000 وحدة أعرف لا أنا أقول لك التهديد فاد بي تهديد فادي يعني قصدك اكو ناس ما تجي الا بالعين الحمراء؟ اي تدري ايش قال لي؟ قال لي اني اخاف اعرفك قلت له شلون؟ كان يقول لي لازم اكثر من بنيه اكثر من يد بنيه. وصلت يقول كان يلمس هيك يعني يجدع. اي اي مو يعرف يعني هو لازم اي طموني ليش؟ خبير خبير؟ اي خبير بلبس الايادي؟ ما اقول لك هوايه بس غير انا ما احكي لا شوفي بعد انت مالك عذر عليه ومالك حجه عليه احلى صفقه الايمن واحلى صفقه ساره يا رب الحياه سعيده نسمع صفقه وهالهولة من برنامج صفقه بس هاي مو قوي صدق والله سمعيهم علميهم شو هي هاي الهلاهل هاي لكم هديه من عندي عدا برنامج طب خير لكم لزواجكم شخصيا وبالتاكيد اكو هديه ايضا من برنامج طب خير وهديه اليوم لكم من خلال حلقتي من منتجات رولا جائزتين ماليه الكم مبروك عليكم مبروك عليكم اموني ها طبعا ليش تولعت اموني اكيد عندك عبارات وكلمات حابب توجهها لساره خطيبتك حبيبتك شركه حياتك راح اغمض من خلال برنامجنا شو تحب تقول غير النفس مالي الله يصعد وينزل يصعد وينزل يقول لك النفس مالي يصعد وينزل هو من النفس مالي بدونه ما اعيش والقرار بدونه ما تعيشون
احلى عبارات الحب والله بدون ما اعيش الله. وكلمات الحب بين ساره واموني من خلال البرنامج طباخ خير هي هاي اليوم اللي انا رديت. يعني تصور علاقه هو 5 أشهر وياي بالسادس شهر اجى خطبني، يعني شري من الله بعد اللي اريده صار لي. اجمل رساله انه اليوم الحب عند ما يكون مسك الختام هو ابو عليك ما اعرف ليش مقال ضايج. عند ما يكون مسك الختام هو الزواج او الخطوبه الرسميه حتى يعيشون حياه مشتركه ما بينهم هم الاثنين طول العمر ان شاء الله يا ربي لكم ان شاء الله بالرفاه والبنين وان شاء الله نشوف اولادكم واولاد اولادكم. ثبت حبه هسه بعد ما اريد كل شيء والله. تعزموني طبعا غير تزفني ربي اكيد واشرف. انت قلت لي انا ازف اتشرف على راسي جاب ازفكم اني الي شرف يا ربي ان شاء الله موفقين واتمنى لكم حياه سعيده وامسيه سعيده ايضا اليوم. تحياتي لكم ساره واموني. اذا مشاهدينا بهاي العبارات والمشاعر الجميله والراقيه ما بين اجمل اثنين مخطوبين مثل العصافير حبيت اليوم اختم حلقتنا لهذا اليوم لان الزميل المخرج يقول لي اختم صحك وعائلتين وثلاثه حابين يشاركون بس هذا ما يسمح به وقت البرنامج. بالتاكيد اقول لكم انتظرونا في القادم احلى واجمل. قبل الختام احب اوجه شكر مره ثانيه للمصمم العراقي المبدع والمتالق احمد البديري وايضا الى جاد اللبناني على التسريحات الحلوه. اشكر البنوتات الحلوات اليوم اللي كانوا ويانا كان لهم دور مميز ببرنامجنا. فريق العمل ايضا عدي واحمد الراقي وعموري المبدع وعلاوي وايضا عادل وعباس وعمير وعماد قلنا عباس وبالتاكيد المخرج المتالق محمد مثنى. وتقبلوا تحياتي بالتقديم عمر محمد. دائما انتظرونا في القادم احلى واجمل والله يقدرنا على فعل الخير ببرنامج